بالتأكيد يا فارس لسه الفرصة في أقدام لاعبي النادي الأهلي، وأنا واثق إن هم هيوصلوا للنقطة العاشرة بإذن الله بالفوز على المريخ والهلال، حتى لو كنا هنحتاج تعادل مع الهلال بناء على نتيجة الهلال وصن داونز، لكن أنا واثق إن هم إن شاء الله هيحققوا فوزين متتاليين إن شاء الله بإذن الله. كحسابات أكيد الأماني موجودة وممكنة وحظوظك جيدة جدا، خصوصا إن أنت هتقابل المريخ وهتقابل الهلال هنا، فده الشيء الجيد في الموضوع واللي لازم كلنا نتعامل وفقا ليه فيما يخص حساباتك الرقميه. ولكن فيما يخص حساباتك الفنيه الموضوع محتاج نتكلم فيه شويه ونشوف الامور ماشيه ازاي. نشوف الامور ماشيه ازاي. النهارده مباراه هي من المباريات اللي اكيد كتير منا ما حبهاش، عشان نتكلم في جانبين. الناس بتقول الارهاق، والبعض بيتكلم لا ما نتكلمش في ارهاق، والبعض بيتكلم في موسيماني. لازم نقول ان الامور كلها يا جماعه بتتاخد باكج. انت ما تقدرش عشان تحلل الاسباب الموضوعيه تعزل السبب عن المسبب، بمعنى اكيد كان عندك امور فنيه محتاج تعيد حساباتك فيها، لان في كل الاحوال طالما الاهلي في هذا الوضع في المجموعه يبقى لازم حاجات كتيره جدا فنيا تعيد حساباتك فيها. وانا في رايي الى الان احنا في دور المجموعات لم نعبر عن شكل النادي الاهلي الحقيقي. كمان انت عليك ضغوط لان انت جاي بطل نسختين ورا بعض، ده فارق جدا، وانا شايفه السنه دي فارق في كل حد بيلعبك، فارق في دوافع الفرق قدامك. النهارده فنيا في بعض الاسئله زي ان انت بتلعب 4-3-3 او فيما يخص توظيف قفشه في الحته دي. اكيد كلنا بنشوف قفشه على مستوى خلق الفرص، صناعه الاهداف، المساهمه في الاهداف بالتسجيل بيختلف تماما في 4-2-3-1 عن 4-3-3. مباراة خارج ملعبك هتحتاج فيها تحولات، هتحتاج لعيبة بتعمل الاكسلريشن وهي بتطلع بالكرة او هي بتعمل التحول الهجومي. ما اعتقدش ان قفشة افضل خيار في ده، والتجربة قالت لنا ده. دي نقطة مهمة. ميكيسوني الى الان مردوده في المباريات الكبيرة او الصعبة زي بيراميدز، زي سان داونز ذهابا ايابا، المريخ، فيوتشر، حتى التعادل، برضو محتاجين نبص على النقطة دي. انت عندك امور فنيه محتاج تركز فيها في المباراتين الجايين، ولكن وهنا الجزء المهم جدا ان انا اتكلم فيه، لازم نحط عامل الاجهاد من ضمن عوامل النتيجه، ما ينفعش اغفله ابدا. انت بتلعب مباراه المريخ 48 ساعه، بتلعب امام بيراميدز، اللعيبه ما بتروحش، بتطلع على المطار تسافر رحله صعبه جدا لجنوب افريقيا من اطول الرحلات داخل افريقيا عشان خاطر تلعب مباراه في الساعة 3 في الأجواء اللي دايما سان داونز بيحب يلعبك فيها. كل ده عامل من العوامل بنسبة وليس العامل الأساسي. نبص للصورة الكلية، عوامل فنية تخصنا، عوامل خارجية تحطنا فيها، أدينا نتيجة في النهاية غير مرضية لينا كلنا. الحل إيه؟ حل عندنا ماتشين لا بديل فيهم، لا بديل فيهم حتى لو الحسابات تسمح بغير كده، ان احنا يكون عندنا شخصية النادي الاهلي، ان خسرنا كتير جدا لصالح سان داونز نفسيا في حاجات كنا عوضناها.